شيله واثق بزينب وكل عزمك بطوله يا أمير وبكل فخر زبت العقيلة وما يهمك داعشي خايب دليله وما يهمك داعشي خايب دليله. أما الآن مع الرادود البطل الذي زار السيدة زينب في محك الظروف وفي أصعب الظروف فنهنئها بهذه الزيارة فليتفضل مشكورا مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. نبارك لكم أيها الأحبة ذكرى مولدي سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. واقعا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم. أشكرك أخي على هذه المقدمة الطيبة. نتمنى أن نكون في مقام سيدتي ومولاتي زينب الكبرى وأن نحظى بشفاعتها إن شاء الله جميعا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في زيارتها إن شاء الله في قريب عاجل بفرج ونصر لنا وللشعب السوري ولكل بلد مضطهد فيه ذكر علي وآل علي. أرادوا أن يطمسوا هذا الذكر ويطمسوا هذا الاسم ولكن شاءت الأقدار أن يجعل ذكر محمد وآل بيت محمد عاليا فكلما أرادوا أن يطمسوا ذلك النور شع وازداد وازدهر ببركاتكم أنتم محبيهم ببركاتكم أنتم من جعلتم حب محمد وآل محمد في قلوبكم. من أمهاتنا أخذنا هذا الحب ومن أبوتنا أخذنا فنسأل الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة نعمة الولاية علينا وعليكم أيها الأحبة. سامحونا طولنا عليكم شوي راح ندخل في صلب الموضوع. أولادي الحبايب الإخوة مهيئين لكم تسمعون هل ولا ها احنا نسميها ناصفة ونسميها عيدية طالما في محبة محمد وآل بيت محمد يعني هادي بالربابي والنصوص مخلينها إليكم للي ما يسوي ها فوضى عدلة فوضى زينة يا بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة كلام النور يا نور الكلام كلام النور يا نور الكلام يحن إلى مصابيح الظلام آل البيت أهل الله أسنى جمال للبداية والخ
الختام صلوات. ما علي لو سمعنا صلوات ثانية بأعلى أصواتكم. لا زالت الصلوات عند أهل المرخ لا ترقى لصاحبة هذه المناسبة العظيمة، فعلوها أيها الأحبة بالصلوات الثالثة، ولتكن أعلى من الأولى وأعلى من الثانية. فهل تحلو الصلاة على سواهم؟ وهل تزدان باقات السلام؟ وهل يصفو الكلام؟ وهل يصفو الكلام بلا صلاة على حب المظلل بال غمامي صلوات. وهل تنمو الصلاة بحب طه بغير الآن أقمار التمام؟ شو تقولون؟ صلاتنا مبتورة تكون وإحنا ما نقبل بها. وهل تنمو الصلاة بحب طه بغير الآل أقمار التمام؟ وأجر رسالة المبعوث نورا مودتهم على كل الأنام، فكل دقيقة في كل يوم وأسبوع وشهر كل عام. وأنتم يا محبين محمد، وأنتم في محبتكم بخير، وخير الحب حب الالتزام صلوات. يمن 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 رب السماء صلى وسلم 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 وسلم. يمن رب السماء صلى وامور الخلق لك أعطى وسلم، إلك قلب المحب أقبل وسلم، يبارك مولد الزهرة زكية. على 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 يا نجم بالحسن ربي علاها علاها، ونالت من فيوض الله علاها، وقدر مريم قدر فاطم علاها علاها. ولا كانت بعد مريم نبي صلوات. يا زهرة انت للعشاق قبلة، يا زهرة انت للعشاق قبلة، وربيك المحب لجلك يقبله. يا ليت بتربتك اتهادى قبله، يا ريت يا الله، يا ريت بتربتك اتهادى
قبلة واطفيها الحنين اللي هج بي صلوات. ميلاد الجمال ميلاد الكمال مولد آية التطهير والحب الحلال وين راحت مولد آية التطهير والحب الحلال. نعم نقول هذا كل محفل أقولها هذا الحب الحقيقي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب في قلوبكم أنتم محبين محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على لو تفتش الدنيا كلها تشوف منو عند هذا الحب. تسمع انت اليوم ناس واجد هذا يحب وذاك فالنتايم وذاك ما ادري شنو ذاك سوى حميت على زوجته بعد كلاوات. هذا الحب حبكم لمحمد وآل بيت محمد. نعم نقول احنا نحب حب امه هذا يحب هذا ولكن هناك حب يختلف عن جميع ها؟ هذا الحب الفقط الوحيد هو حب محمد وآل بيت محمد ولا يوجد إلا فيكم أنتم شيعتهم. دور الدنيا كلها ماكو أحد عنده هذا الحب الحقيقي إلا أنتم محسودين بعد عليها ونحن نغبطكم عليها. ميلاد الجمال ميلاد بتجاوبون له لا الكمال ثاني واحدة جمال واحدة كمال. ميلاد الجمال ميلاد مولد آية التطهير والحب الحلال مولد آية التطهير والحب الحلال. ميلاد الجمال ميلاد الكمال ميلاد الجمال ميلاد الكمال مولد آية التطهير والحب الحلال مولد آية يلا ميلاد الجمال ميلاد الكمال ميلاد ما عليه خليتكم في امتحان أبغى أجرب الحين هذا المستهل الأول تجربة ما هو مو ليس للنشر لا تنشرون هذا اللي صار كله الحين مو قبول. يلا شباب خلي فكرك كمي على قولة العراقيين خلي فكرك كمي وساعدني بالجواب مالك يعوش في التلفون وين يهده. ميلاد الجمال ميلاد إيه لا لا عدل هذا للنشر مولد آية التطهير والحب والحلال عافية أي والله مولد آية العفة مولد سورة العفة مولد آية الرأفة والاستقامة صوتك حبنا اللي على الفطرة مولد فاطمة مولد حبنا اللي على الفطرة مولد فاطمة تاج الكرامة أم الهادي وبنته أزكى بذره ونبته أم الهادي وبنته أزكى بذره ونبته تثمر إمامه
الله بنوره زكاها واحنا بحبنا وياها، الله بنوره زكاها واحنا بحبنا واحنا بحبنا اليوم القيامة، اليوم بستان الطهارة انفتح زهرة والسبع ازدهت والأرض زهرة، بستان الطهارة انفتح زهرة والسبع ازدهت والأرض كل من لفت فاطمة، كل من لفت اي والله في المرخ احتفال وبالجنة في مرخ في الجنة مولد مولد آية التطهير والحب ميلاد الجمال ميلاد الكمال ميلاد ميلاد الكمال مولد آية التطهير عافية عليكم تعالوا 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 ثلاثة زاد الصوت بعد ها بصير ربيتين احنا ربيه حب الله ورسول الله وحب فاطمة سر الله حب الله ورسول الله وحب فاطمة سر فيك القلب صار فيك حب حيدر وأولاده وحب السادة والقادة وحب حيدر وأولاده وحب السادة وال من آل الأطهار في مولد هبايعنا وعلى حبها تشيعنا في حبها في مولدها بايعنا وعلى حبها تشيعنا للشرع أنصار إن شاء الله للشرع الزهرة عقيدتنا وباسم الزهرة وحدتنا الزهرة عقيدتنا وباسم الزهرة إن شاء الله وباسم الزهرة في حبها أحرار كل من يحب دين الباري حبنا أطايب كل شجرنا على حبنا أطايب كل شجرنا على لله وللنبي شرعته حبنا وللزغرة وعلي صفوة بنية وللزغرة وعلي صفوة يا أصحاب الشمال حظكم والله مال يا أصحاب الشمال حب والله ما مولد مولد آية التطهير والحب اي والله مولد آية ميلاد الجمال ميلاد الجمال اي والله مولد مولد آية التطهير قوي الصوت قوي الصوت رشوة
عافاكم الله. طبعا القصيدة وكانت أيضا القصيدة الأولي إلى الأستاذ عبد الله القرمزي البحراني. فاطمة الزهرة أملنا من تجي يوم القيامة تنادي أموال حيدر لكم اليوم الزعامة، واللي يبغضها يا ويله واللي يبغضها يا ويله هناك ما تنفع ندامه. يا ويله يا ويله ها ها يا ويله، ما تعرفونها مال العراق. يا ويله ها ها يا ويله يا ويله اللي عاد الزهره، يا ويله يا ويل اللي تاج فوق الراس كلهم أعني أصحاب النبي، الله سماهم باسمه اشتق علي من علي، واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا الثريا الحلوة هذه نريدها تطيح. ها واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا واحنا من نوقع ما طاحت يلا واحنا من نوقع بشدة كلنا نصرخ يا باقي شوي بسم الله بسم الله منور والينا بسم الله منور بسم الله منور ها اخوتي ها ها اخوتي هي عجل ها اخوتي هو اي لا استاذين حق هالشغله بعد وحدها اخوتيها شايد 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 على قبري اريد حسين شايد وبالمحشر اريد لساني شايد على حب يا لايم قوم شايد على لساني انطبع اسمش شفية بعد بدنا ذكرونا باسم زينب وذكرنا الأخ العزيز باسم زينب سلام الله عليها وبزيارتها يلا نواصب لحدها جوابك لحدها نواصب هالزمن وصلت وقصدت زينب تهدم وسمع عباس وقام اقسم لحدها لحدها مثل حد الغنم والبر برية صلوات مليون مليون صلاة على النبي مليون ويا شيعتي الغادي صلوا على النبي الليلة الحزن صادي صلوا على النبي والفرح موعادي صلوا على النبي مليون 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 وللزهرة الفرحة صلوا على النبي ويردد الصداح صلوا على النبي
لا 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 مين زاح صلوا على النبي والله هالليلة قدسية صلوا على النبي فرحة قياسية صلوا على النبي حورة إنسية صلوا على النبي ومليون مليون صلاة على النبي ومليون مليون صلاة على النبي أوقف أوقف وارجع هناك أوقف أوقف وارجع هناك إذا كتابك خلي محفل بدون ذكر علي محفل ناقص نقول له أوقف أوقف وارجع هناك إذا كتابك خلي يجعل الله الجنة مثواك إذا وافق إذا وافق علي يجعل الله عطونا عاد ميكروفون نخرخش بداخل ها في له لا دي الله اللي بعد حاصرين هني اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك اذا كتابك خلي قوم جيب الخردة قوم قوم جيب هدك هناك محطوط الجيس مو تاخذ عاد من شيء يجعل الله الجنة مثواك اذا وافق يلا يا اهل المارخ اذا وافق اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك خلي اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك خلي يجعل الله الجنة مثواك اذا وافق علي يجعل الله حوارك سيد اوقف اوقف ما حفظتون عيدة يلا ما عليه سكتوا عشان تسمعون اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك خلي اوقف اوقف وارجع يجعل الله الجنة مثواك اذا وافق علي يجعل يجعل الله بعد اخوه اوقف اوقف وارجع هناك اذا كتابك خلي يجعل الله يجعل الله يلا عاد مشي عليكم الناس وبعد إيه لا تقول لا تظن الجنة بالسجدة الطويلة تنشري لا تظن الجنة بالسجدة الطويلة لا شفاعة بلا ولاية والولاية في الغريب لا شفاعة بلا ولاية والولاية حجة عندك بعد لا تكذب ولا تفتري حجة ما عندك بعد لا تكذبوا بركة بركة خدها حجة ما عندك بعد لا تكذبوا لا يكفي بس برنامج السيد يكفي بس برنامج السيد ما حد حرق حمصتهم ها وداواهم إلا السيد يكفي بس برنامج السيد قال النبي والكل سمع ما مش ولي يلا ابغي جوابك ما مش ولي قال النبي والكل سمع كل مرسل وهاد اقتنع ها
كل مرسل وهذه اقتنى. تعال عطيتك قبل عطيتك لو ما عطيتك يا بعد قلبي خذها خذها ها هذه الربيه ظلمتك شفت في الربيتين ها انت بعد لا طالع نوت جينا حومه وانت بعد يا بعد روحي ها جاينك الدور جاينك. قال النبي والكل سمع ما ميش هذه كلمتكم ترى يا البحارنا. قال النبي والكل سمع كل مرسل وهادي اقتنى من مهدك اليوم الفزع اي ما ميش ولي الا علي الوصي بحد ذاته مرسول يا لايم مذهبي الوصي بحد ذاته مرسول يا لايم مذهبي في التباهل ربك يقول علي نفس في التباهل ربك يقول يلا ارجع اوقف اوقف وارجع رجعوه رجعوه بدك كتابك خلي اوقف يجعل الله اعطيتك لما اعطيته الله اعطيتك لما اعطيتك يجعل اعطيتك لا خذها بركه خذها حبيبي لا ترجع لا ترجع ها اخوتي ها ترى كنك من شوي قاعد منك حبيبي يلا روح يلا جاينكم الدور جاينكم الدور شو يقول الشاعر نادر التتان قل هو الله احد معناها ما فوقه قلت قل هو الله احد قال الله الصمد نون لقى تعال يا ابو الطوائفي تعال تعال وش اسمك حيدر حيدر تعرفون هالبطله ها الحلو هذا يبين يبين ما يحتاج اعرف انا هالماركه حيدر اسمك تعال عادي حيدر مش عاجل انه ولد منو حيدر ولد ابراهيم يستاهل تسوون له صلوات ما يستاهل حيدر اصبر اصبر استعجل هذا حيدر نبغيه يجاوب الحين مو بس كذي رباب تقسم بلاش ما في فايده حيدر الليله الجماعه وش مسوون وش عندهم احتفال ولا احتفال وعزاء احتفال احتفال مو عزاء ها واللي مركبينه شنو زين ايه حقوه احتفالي؟ ايه قال هو احتفال مولد منو الليلة عندنا يلا قاعد بابا الزهراء يقول عاد مولد الزهراء مولد الزهراء والإجابة مغششة لكنها صحيحة مولد الزهراء حبيبي عفية عليك ليلة مولد منو؟ الزهراء عدل أي جمري مولد الزهراء مولد الزهراء مولد الزهراء سلام الله عليها تتفقون ويا اولاد ليله مولد منو الزهراء سلام الله عليها عدل مولد منو سلام الله اذا ما تكملون تروح عليكم والله كلمت كملت زين مولد الزهراء سلام الله عليها بارك الله فيكم حيدر مستانس كم عطيتك ولا شيء مسكين اللي تشوفونه قاعد تعال حيدر يستاهل الهديه وصميناه مسكين وقعد مسكين تقولون هذاك وقعد تفضل حبيبي هذه ربويه وهذه ربويه مالت الجواب وهذه نص ربويه نص ربويه من عندي لك مو تغارون بتجيكم ما عليه عطيتك هاك يا بعد طوائفي روح
زين نكمل. لا تقول لا تقول مصلي صايم رايح الحج يا بطل. لا تقول مصلي صايم رايح الحج. لو على الكعبة يطوف مئة ألف مالك ويش يلا أمل. والإجابة صحيحة. استاهل ربويا بعد. لو على الكعبة تطوف مئة ألف مالك. هذه جنة وما هي قاعة سينما وكل من درعم مو قطرة هي ولا بالواسطة بعد إلا إذا أبو الحسنين واسطتك مرفوع عنك القلم. هذه جنة وما هي قاعة سينما وكل من التذاكر كلها مختومة بختم خير. هذه كلكم جاوبتونها ما تكفي البيزات. التذاكر كلها مختومة بختم مكتوبة في كل تذكرة. عافية عافية. لا ما توصل ها طير ليك ربيال ولا روح ودها لي بعد طوافي حبيبي. روح ودها دي بركة المولد. أبو الغترة ولا عقال مو إلا صوب إلا ما عليه غترة وعقال ولا عليه شيء. مكتوبة في كل تذكرة وقع عليها حيدرة. عندك ولي غير أذكره. قولوها وقروهم. عندك ولي غير أذكره وما مش ولي إلا علي. ما مش ولي إلا علي يلي ما واليت أبو حسين شفيدك تلتحي. يلي ما واليت أبو حسين شفيدك تلتحي. تطلب الجنة إلك عين بعد ما تستحي. تطلب الجنة إلك عين بعد. يلا وقف 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 وارجع. يجعل الله أوه زادت يجعل الله الجنة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. جهزوا روسكم لا تجعل رأس واحد منكم وتالي سووا لي قضية في هذه الأثناء. شيعة موالين أيها الأحبة الأطفال وهناج وقفوا محلكم لا وزح منا اكثر. تنفر الرباب والنصوص افضل والي محمد صلوات. خل لك حبيبي خلف جيسو. واللي ما استلم من الاولاد الحلوين نقول له جودهاك وخدها. واحد اثنين روح الحق امكم. يلا الله يعودكم والله يتقبل اعمالكم ان شاء الله عايدين معتادين. طبعا لبراءة الدمة انا اخذت ثلاث ربويات ها لا حد بعد شو اسمه لجنان ولا وديعة ولا حسن وعباس نسيت فقير الله العبس سبع القنطرة وبقت نصوص بس بيخلونها إليكم إذا قعدتون لأن في جوائز الآن بيقسمون عليكم. قعدوا في بعد ربابي ونصوص ها رقم فيفا تبغي رقم فيفا ايه يبغي رقم فيفا سيدي والنعم بك الهاشم حبيبي استريح بعد روحي اجيب لك رقم فيفا وزين ابو تلكو بعد
الله يتقبل أعمالكم أخواني أبائي أبائي الأعزاء، سامحونا جاسرنا عليكم أخواني، فقط كان مجرد من أجل إطفاء روح البهجة والسرور في قلوب الأحبة محبين آل بيت محمد. وإذا تطفلت عليكم أرجو المعذرة أيها الآباء وأيها الإخوة، وإذا في نسوان بعد سامحونا بعد. وظيفة 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 أريد أقصد لعد حيدر النصارى وخمس وظيفة وظيفة وقل خدمتك أكبر وظيفة ترى حبك مكن بقلبي ضيفة بشنو وظيفة وظيفة بحسن وحسين والتسعة سوية أفضل الصلاة محمد والي محمد صلوات علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء. يلا يا أولاد يلا يا أولاد هذا تاريخكم، وكل السيد قام يعكسني بعد رحنا فيها. فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صلوات صلي وسلم عليهم صاحب العصر والزمان إلهي حي صاحب العصر والزمان وكل بياض والسيد بيض الله والحاضرين بيض الله والقائمين على هذا الحفل المبارك بيض الله يعودنا ويعودكم إن شاء الله بصحة وسلامة إن شاء الله وفرج. تبقون الآن أيها الأحبة مع فقرة الجوائز، ولكن سامحوني تراه البلاد ما يعطون زمان طلعوا. الله يعودنا وياكم والفيفا بيعطيك أخوك عطى فيفا عليك الفيفا. يلا عايدين ومعتادين بالصلاة على محمد وآل محمد.